أميرتي العزيزة. في قديم الزمان في مملكة بعيدة عايش ملك وله 3 أبناء، أليكس وألان وأنتوني. لماذا لم يأتي الساحر الملكي إلى الآن؟ أنا هنا يا مولاي. شكراً لأنك جئت بهذه السرعة، رجاءً اجلس. أنا لم أعد قوياً كما كنت في الماضي، وحان الوقت لكي أترك العرش لأحد أبنائي، لكن أولاً أريدهم أن يتزوجوا. أخبرنا بأفضل وقت للزواج. أضاءت الكرة السحرية ودارت حولها بسرعة سحب ملونة. أنا أرى موسم البدايات الجديدة، وأرى قروداً وردية تعلو إلى السماء، وأرى سفناً بأشرعة بيضاء كبيرة تبحر في عرض البحر، وأرى الرياح أصبحت دافئة أكثر، وأرى الحشائش البرية ترقص فرحاً بالحياة الجديدة. وأرى الربيع يا مولاي الملك. إذن هذا في الشهر المقبل. نعم يا مولاي، وفي اليوم 7 من الموسم الجديد الأبناء يختارون الزوجات طبقاً للتقاليد القديمة. بالطبع. طبعاً، أرسل الدعوات لكل الحلفاء والممالك في كل مكان في العالم. أمر مولاي. وتنفيذاً لأوامر الملك خرج الوزير مع رجاله وسافر لمسافات بعيدة إلى كل الممالك التي بها أميرات في سن الزواج. وفرحت الممالك كثيراً بهذه الدعوة، وأبلغ الملك أولاده بالأخبار. لكن أليكس وألان لم يكونا معجبين كثيراً بأخيهم الصغير، لأنه كان أكثر الأمراء وسامة. وكان الأطيب والأكثر شعبية كذلك. وكان الوزراء يطلبون نصيحته عندما يكون الملك مسافراً، وهذا جعله الأقرب بين إخوته لتولي العرش بعد تنحي والده. وأليكس وألان لن يسمحا بهذا. لقد وضع خطة لجعل أهل المملكة يكرهون أخاهم. فهم الغيرة. أقوى صلة هي ليست صلة الدم، بل هي احترام وتقدير حياة الطرف الآخر. يبدو أنكما لا تحبان أنتوني، ولهذا لا توجد صلة. لست هنا لسماع دروسك، هل ستساعدنا أم لا؟ نعم سأفعل بالتأكيد. أنا أتغذى على المشاعر السلبية التي يجلبها أمثالك لي. ضع أيديكم الآن على القرى حتى أمتص تلك المشاعر السلبية، وفي المقابل سوف أفعل ما جئتما هنا من أجله. فعل الأميران ما طلبت، وعندما انتهي من هذا أخبرتهما بالرحيل، ووعدت أن أنتوني سيصبح محرجاً أمام كل المملكة في يوم الحفل. وأتى يوم الحفل. وجاءت الأميرات من أنحاء العالم إلى الحفل. سيداتي وسادتي،
كما تنص تقاليد العائلة الملكية، الأمراء الثلاثة الأمير أليكس والأمير آلن والأمير أنتوني سيطلق كل منهما سهما باتجاه الأميرات التي تقفن هناك، وأينما يهبط السهم الأميرة التي تقف أمامه ستكون هي العروس لهذا الأمير، وهذا بالطبع بعد موافقة الأميرة. أميرات العزيزات، لو جاءت إحداكن هنا بدون رغبتها فلتخبرني رجاء. لكن لم تتكلم أيهن، لأنهن قد جئن برغبتهن. حسنا، لأبدأ الحفل. أليكس، أنت ستبدأ. نظر أليكس لألن وابتسم وأخذ السهم وسدد باتجاه السماء ثم أطلق السهم. طار السهم لأعلى كثيرا قبل أن تبدأ الجاذبية في العمل، ثم انطلق باتجاه الأرض وهبط أمام إحدى الأميرات. ثم بعده كان ألن، سهمه هبط أمام أميرة تولي. وأخيرا جاء دور أنتوني، وعلى عكس أخويه قبل إطلاق السهم التفت إلى والده وانحنى له. هللت الجموع مع انطلاق السهم، وظل يطير في الهواء ويرتفع أكثر، ولم يكن يعرف أن شيئا فظيعا سوف يحدث. الساحرة كانت تجلس وسط الجموع وأشارت بعصاها نحو السهم ونجح السحر. طار السهم بعيدا عن كل الأميرات وهبط في الغابة. ماذا؟ وعندما ذهب الجميع للبحث عن السهم وجدوا أن فراشة تقف عليه. لا، يبدو أن أنتوني سيتزوج من الفراشة. غير مقبول، نحن لن. أبي، نحن نحترم التقاليد وعلينا الاستمرار، سمعتنا على المحك والجميع يشاهدوننا. لم يكن الملك يفهم الأمر، وحينها تقدم أنتوني وقال: أبي، أنا سوف أحترم التقاليد وسوف أقبل بالفراشة كرفيقتي إلى بقية حياتي، لكنني لن أتزوجها لأنني غير مناسب لها. لكن أنتوني، الناس يحترمونك يا أبي، ولن أجلب العار لك ولمملكتنا. مرت الأيام وأليكس وألن يجوبون شوارع المملكة في فخر. في نفس الوقت تغيرت حياة أنتوني. في كل مكان يذهب الناس يضحكون ويسخرون منه سرا، لكن أنتوني لم يتخلى عن الفراشة، وأينما ذهب كان يأخذها معه. لكن بمرور الوقت بدأ أنتوني يشعر بالحرج. أمراء وأميرات الممالك المجاورة كانوا يبتعدون عنه في الاحتفالات ولا يتكلمون معه. أزعجه هذا كثيرا، وقرر في يوم أن يذهب للاحتفال بدون الفراشة. سامحيني، لم أعد أتحمل المزيد، لكن يمكنك البقاء هنا كما تشائين. عندما وصل إلى الحفل اندهش لرؤية فتاة جميلة، وبسبب انبهاره ذهب إليها بشكل مباشر. هل أتشرف بمعرفتك؟ لكنها لم ترد عليه وأعطته يدها فقط، ورقص معا على نغمات الموسيقى. ولم يكن أنتوني يصدق أنه يرقص مع فتاة في جمالها. ما هو اسمك؟ الفتاة لم ترد، وفي الحال دمعت عيناها واستدارت فجأة ثم ذهبت بعيدا. انتظري. لم ينظر أبدا إلى الفراشة لأنه كان يفكر في الفتاة فقط. هل هي أميرة؟ من أي مملكة جاءت إذن؟ يا قلبي، أنا لا أتحمل هذا أبدا. ارتدى أنتوني أفضل الملابس وذهب إلى الحفل على أمل أن يرى الفتاة ثانية. لم يصدق ما رأى عندما رآها تقف وكانت أجمل من السابق. سيدتي، هل ترقصين معي؟ هل أخطأت في أي شيء بالأمس؟ لم أنب بسبب التفكير فيك،
قولي شيئاً أرجوك. امتلأت عيناها بالدموع وأخيراً تكلمت. أنا الأميرة نيشا. أميرة نيشا، أنا معجب بك وأريد أن أتعرف عليك. لديك بالفعل رفيقة في حياتك. كانت هذه خدعة سخيفة تمت ضدي، ولقد احترمت التقاليد، لكن منذ أن رأيتك لا يمكنني التفكير سوى فيك. اذهب، اترك رفيقتك حيث وجدتها، وحينها أصبح معك. فعلاً؟ لكن الأميرة لم ترد، وفي الحال استدارت وذهبت بعيداً. في الليل أخذ أنتوني الفراشة إلى الغابة ليتركها هناك، وعندما انحنى ليتركها برفق انبعث ضوء ساطع وأعمى عينيه للحظات، وعندما فتح عينيه رأى أميرة نيشا. ظننت أنك مختلف، لكنك لا تختلف عنه. أنا لا أفهم، هل أنت الفراشة؟ كان اختباراً وأنت لم تنجح فيه، رغم أني لم أتوقع أن يقع رجل في حب فراشة. تمنيت ألا تتخلى عنها. تغير، وقلبك الطيب تغير، جعلت الناس يؤثرون علي، وعلى الرغم من أني أحبك لا يمكن أن نكون معا. وبعد هذا تحولت إلى فراشة ودخلت إلى الشجرة التي أتت منها. لا نيشا، أنا آسف، فلتعودي رجاءً. صرخ الأمير وبكى، لكن فات الأوان. جلس تحت الشجرة واستمر في البكاء وهو يطلب منها راجياً أن تسامحه. سامحيني سامحيني سامحيني. لست أيام وليالي جلس هناك يبكي بدون طعام أو شراب. كان وجهه شاحباً كالأموات، وكان يقول سامحيني سامحيني سامحيني. وعندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة فتحت الشجرة وخرجت منها الفراشة. نيشا، لقد عدت. وكيف لا آتي؟ إن حبك نقي، تأكدت الآن. وهناك شيء عليك أن تعرفه، وهو يخص أخويك. أخبرته نيشا بكل شيء وصدم كثيراً وغضب. إنهما أخواي، سوف أذهب في الحال و... أنتوني، هل تحبني؟ أحبك كثيراً يا نيشا. إذن لن نهتم بمجتمع يكره الأخوة فيه بعضهم. هل تأتي معي إلى عالمي؟ وهناك سنعيش سعداء إلى الأبد. نعم نعم، أوافق بالتأكيد يا أميرتي العزيزة. هذا هو عالمي. وهكذا بدأ الحبيبان رحلة جديدة بعيدا عن الكراهية والغيرة، وكما خمنتم عاش في سعادة أبدية.